تأتيني عديد من الأسئلة من المتابعين يسألون على القنوات الناقلة بشكل مجاني لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكوت ديفوار 2023، كان الكوت ديفوار 2023. تأتيني عديد من الأسئلة على الخاص وفي التعليقات يسألون على القنوات الناقلة بشكل مجاني لهذه البطولة، العرس الإفريقي، الحدث الإفريقي، مطلع السنة المقبلة ابتداء من 13 يناير وتستمر إلى غاية 10 فبراير 2024. عرس إفريقي يا سادة. هذه البطولة القارية، البطولة الإفريقية، كأس الأمم الإفريقية، منقولة على العديد من القنوات. في هذا الفيديو التعليمي يا أصدقاء سأشارك معكم تردد هذه القنوات الناقلة بشكل مجاني بدون انترنت على مختلف الأقمار الصناعية. وقبل البداية شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم، شير أو بارتاج، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك، وصلوا على حبيبنا المصطفى، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنبدأ بالقنوات الحكومية المالية الموجودة على القمر الصناعي أنتلسات 34 ونصف درجة غرب. تلتقطون قمر هيسباسارت، بعد ذلك تحركون الطبق قليلا نحو الغرب إذا كنتم خلف الطبق إلى اليمين. هذا القمر الرائع أصدقائي سأضع لكم تردد لالتقاط إشارة بكل سهولة، وأيضا تردد هذه القنوات الحكومية المالية ناقلة بصيغة الاس دي، الجودة القياسية على هذا القمر، اسم القمر والتردد الظاهر في الشاشة بصيغة الاس دي، وبالتعليق الحماسي، التعليق الفرنسي الحماسي لجميع المباريات، ويلتقط هذا القمر بكل سهولة هنا في دول شمال إفريقيا. ونمر إلى القمر الآخر أصدقائي، اسم القمر الظاهر في الشاشة يوتيلسات 9، 9 شرق، يوتيلسات 9 شرق، القريب من الأوروبي هوسبر، يلتقط بأطباق صغيرة هنا في دول شمال إفريقيا. تردد القنوات الإفريقية الظاهر في الشاشة على هذا القمر، أسماء القنوات الظاهرة في الشاشة بدون ذكر اسم هذه القنوات على يوتيلسات 9، وأيضا أعلنت قناة إيطاليا نقلها أيضا على نفس القمر يوتيلسات 9. تحتاج لريسيفر يدعم خاصية الملتي ستريم وأطباق كبيرة. تردد هذه القناة واسم القناة الظاهر في الشاشة كما تلاحظون يا أصدقائي، وأيضا هذه القناة موجودة على الأوروبي هوتسبرد باسم مختلف، وتردد الظاهر في الشاشة كما تلاحظون، مفتوحة هذه القناة مجانية على الأوروبي هوتسبرد، أعلنت نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية الكوت ديفوار 2023. ونمر إلى قمر آخر مجاني، العربسات، بادر 26 درجة شرق، الترددات حزمة غرب شمال إفريقيا، حزمة غرب شمال إفريقيا. هذه الترددات الظاهرة في الشاشة تضم الباقة الإفريقية، تلتقط هنا في دول شمال إفريقيا، الترددات الظاهرة في الشاشة كما تلاحظون. هذه القنوات الإفريقية أصدقائي لا تلتقط في دول الشرق الأوسط، تلتقط هنا في دول شمال إفريقيا، المغرب والجزائر، ناقلة يا أصدقائي بصيغة الإس دي. لحد الآن هذه هي الأقمار الناقلة. بادر 26 هوتسبرد الأوروبي ويوتيلسات 9 والأنتلسات 34 ونصف درجة غرب، أقمار سهلة الالتقاط هنا في دول شمال إفريقيا ناقلة لهذا الحدث الإفريقي، العرس الإفريقي، كان الكوت ديفوار 2023. نكتفي بهذا القدر وأتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو اللايك المتين، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشعارات على كل حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاهدة فيديو شاشة نيدارونا وهنا قد يفيدكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.